إذن من المتحف الفلسطيني وهو أبرز مشاريع وأسس التعاون، ندعوكم اليوم لتكونوا جزء من هذا الإنجاز ولتصل كلمة كل الفلسطينيين لكل أنحاء العالم ولنصل للقدس ولتحيا القدس. اسمحوا لي بداية أن أرحب بالسيدة زينة جلدان رئيس لجنة المتحف الفلسطيني في مؤسسة التعاون لتستعرض لنا أهمية هذا المشروع ورؤية المتحف. فسيختار هذا المعيار
طلبة المدارس والجامعات، وكذلك برنامج نشاطات عامة يستهدف العائلات والجمهور الفلسطيني العريض. ومن خلال هذه البرامج نطمح لتحقيق أهداف المكتب الفلسطيني، المؤسسة الثقافية المكرسة لتنفيذ ثقافة فلسطينية منفتحة وحيوية. باسمي وباسم زملائي في المدخل أشكركم جميعا لحضوركم، وأتقدم بجزيل الشكر لداعمي المعرض بداية من المؤسسة الأم مؤسسة التعاون وصندوق العربي للنمو الاقتصادي والاجتماعي وبنك فلسطين ومؤسسة الأصفري والسادة سامة سعيد الخوي وزهير حسين صباغ ولؤي شقيق خوي والدكتور نبيل هاني الخرطومي والمتبرع الكريم ابن القدس. كما اشكر جميع الفنانين المشاركين وقيمة المعرض الفنان امين فضلة وفريق العمل والمتطوعين من طلبة الزايد وغيرها من الجامعات وكل الذين عملوا جدا ودون كلل لتحقيق هذا المعرض الرائع. واهلا وسهلا بكم واجمع ان تستمتعوا بمعرضنا اليوم. تحيا. شكرا زينة. وطبعا كما هو واضح هذه التجربة تعدد الجهود والهدف واحد، وكما أصبحتم تعلمون فإن المكتب الفلسطيني ومعرض تحيا القدس لم تتحدث معالمه ولم تتكلل هذه الجهود بالنجاح إلا بجهود العديد من الجهات. وفي هذا السياق أود الترحيب بضيفنا العزيز الدكتور ممدوح العكر بصفته عضو لجنة المكتب الفلسطيني، وطبعا جميع التعريف كما كان وسهلا فيه. نشكر دائما على جهودك في تقديم العون والمشروع لتكن كلمتنا جميعا واحدة. شكرا. مساء الخير. اسمحوا لي ان ارحب بكم في هذا اليوم المميز، ليس وفق حاله فحسب، وكما الناس يحمله افراد لمنقوله كرم المكتب الفلسطيني الذي هو مفخر مؤسسه التعاون، المؤسسه النوعيه الاهليه الرائده لتشكل هذا المكتب احد اهم المشاريع الثقافيه الفلسطينيه ومن اكثرها طموحا كمبر ثقافي ممتد ومتواصل يسعى لحمل الروايه الفلسطينيه عبر كل الفضاءات والانتاج ونشر المعرفه عن الفلسطينيين تاريخا ومجتمعا وثقافه. هذا المعرض الافتتاحي للمتحف تحيا القدس يأتي إلى فتح لحظات من عمر القدس وأصحابها ليكون بمثابة صرخة باسم القدس بصعوبها ومقاومتها بمعاناتها وعذاباتها شعبا وأرضا وأحياء ومنازل، وهي صرخة ثقافية ليقيننا أن رسالة الثقافة وأبعادها الإنسانية تضاهي أي رسالة أخرى في غربها وعمق تفكيرها. تحيا القدس هي صرخة ثقافية تخاطب القدس من خلالها العالم، وهي المدينة التي لم تكتسب مدينة أخرى مكانة عالمية بجسائد كما اكتسبتها القدس، فأصبحت محطة رياض هذا العالم ومحطة قلوب الشعوب. هذه الصفحة تخاطب العالم لتذكره أن القدس كانت مدينة السلام وملتقى الحضارات والتجاور ولا أقول تعايش الأديان السماوية كلها. فقط خلال الحقب التاريخية التي لم تتقطع فيها أقدام الغزاة والمستعمرين والمحتلين، فنعمت القدس خلالها الحرية والاحترام التعاملية وروح التسامح وخلق من نزعات التعصب
والتراقية والاستحوار والاعتبار وإبصاء الآخر. في حين كل ما سفى أقدام الوزارة والمستعملين والمحتلين تسللت هذه النزاعات والقدس فعادت فيها خرابا وتدميرا وحرقا وانجازا. هذه القدس مدينتنا التي نحن وبها نتشرف يتهددها الآن وهو 50 عاما احتلال حمل معه ريحا سوداء ملوثقة بنزعات الهمة والتعصب والكراهية والاحتكار والإقصاء، وبما هو أشد فتكا بها وتشبيها لها جسدا وروحا، ويعمل بقوة المحتل ومقاصده على تقسيم وإلغاء هويتها وإنسانيتها وعالميتها لتحويلها إلى مختار التجارب بأحدث الأنماط الأغنياء المراقبة والسيطرة وصناعة القمر كما أسمت الأنابيب والأغنياء وكل ما يكون في كواليس والحرية. معرض الأحياء القدس يستصرخ العالم أن أنقذ القدس من أيدي وخطط المبتدئين كي تعود مفتاحا وجسرا للسلام لا مربع تجاريا نحو الهاوية. فما يجري في القدس قلب فلسطيني انما هو نموذج مكثف بما يجري يوميا في كل قريه وكل مدينه في فلسطين. كل الشكر والتقدير لقليله هذا المعرض المميز في فضل ولكل الفنانين المشاركين فيه مسلمين وعرب حواليهم ولحفظ المرحى والفرد السالك والسالك الذي بذلوا جهودا وصل في ليله النهر ورغم كل الصعاب من اجل انجاز المعرض في وقت محدد وفي الاسطوره بقدس وفلسطين ومحافظه. شكرا لكم.
أما المعرض الثاني هو معرض يسمى ذكر القلب بالإنجليزية العصر سبايز، وهو معرض أرشيفي وثائقي يتناول يعني تاريخ الشام الفلسطيني وتاريخ المعرض الفلسطيني في بيروت الذي نظمته منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت عام 78. ويستكشف هذا المعرض أن السادة الفنية والتنفيذية للنخبة الفنية في حالة كورونا الأوكرانية معادلة الغرفة اليدوية في 77. هذا المعرض تبقى وسوف يتنقل بين عديد من أنماط العالم وسيتطور في بيروت في نهاية العام القادم، ومنها سوف ينقل إلى الصيف القادم سيكون هذا المعرض هنا في المعرض الفلسطيني. أما المعرض الثالث الذي سنقوم بمنحه أعلى معرض القدس في المعرض هو في معرض هذا المعرض سوف يركز على موضوع الأمر في جبهة الأمن الفلسطيني مثلا في حسابة الأرض والحديث إلى الماضي وحياة القرية والنزهة والوعي على الأرض في المعارض الطبيعية والتصنيع من الأعمال الفنية والتقنية التي هي منها عضو معصرة سيحاول المعرض تناول تاريخ الأرض والعلاقة معها من تصورات المجال الفني الفلسطيني. فيما يتعلق بالمشاريع البحثية سيعرض المتحف في بداية العام 2014 إما رحلات فلسطينية يتضمن مسبقا زمنيا لروايات فلسطينية بالتعاون مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية، وهو منبر بحث تفاعلي يسعى لاستكشاف تاريخ فلسطين خلال العصور المختلفة. وسوف يتم التركيز في هذه المرحلة على تاريخ فلسطين في العصر الحديث ومن منتصف القرن التاسع عشر وحتى يومنا هذا، كما سيبدا العمل يعني المتحف سوف يبدا العمل خلال الاشهر القادمه على مشروع الارشيف الرقمي للمتحف الفلسطيني، والذي يهدف الى جمع وحفظ مجموعات وثائقيه فلسطينيه مهدده ومنافعه. هذا وسيكون المتحف مجموعة العديد من الابحاث المهنيه للتحضير لمعارضه المدنيه وتنظيم برامج عامه لجهود الزوار للتنافر مع المعارض كالجولات الشهريه والمحاضرات والندوات والورشات الدراسيه، كما سيتم تنفيذ برنامج تعليمي للطلاب الشارس بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم. كما سيسعى المتحف الى توفير مساحه ملهمه للفنانين والتنميين الفلسطينيين لا سيما الشباب منهم والبناء والقدرات الفنيه والمهنيه في العالم المتحفي. واخيرا اود ان اوجه كلمات شكر بالاساس الى ايمن المعرض المفتح وطاقمها التي عملت بدون كذب وفي زمن قياسي في رايي مده 8 أشهر لانتاج هذا المعرض. في رايي هذا يعني وقت قياسي ولا زلت اخيرا على يد بعض الاصحاب الاجنبيه، ليش اخذته الى المعرض بعد فتحته المتحف قبل 15 شهر؟ وانا اقول لهم ان المعارض ليست العمل السهل في عديد من المتاحف العالم تقوم بتنظيم معارض وتخرج لمده سنوات طويله. نحن استطعنا بمساعده التقييم والاطقم والاطقم المتحف انتاج هذا المعرض تحيا القدس في وقت سياسي 8 أشهر فقط. كذلك اوجه يعني كلمات الشكر من اعمال فني لاطقم المتحف الذي عمل بلا كذب ولا خلال الاشهر الماضيه وخاصه الاسبوع الاخير ليلا نهارا عملي من اجل انشاء هذا المعرض. واخيرا كان وجه كلمه شكر للفنانين الذين شاركوا في هذا المعرض سواء كانوا مسلمين وعرب وعالميين. وهنا
الشيء عن طريق